تقدم. إذا كانت العبادة تتجزأ، وإذا كانت لا تتجزأ تسقط عنه بالكلية. نعم. قال رحمه الله: وكلما مشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. تقدم عندما يصلي وأذن له في دفع المار بين يديه، إذا لا يضمن، لكن إذا دفع بالتي هي أحسن هذا مضمون. مضمون؟ لا، غير مضمون طبعا، لا يضمن. إذا دفع إنسان وسقط هذا الإنسان واعتبر أنه مات مثلا، لكن هو دفعه بالتي هي أحسن بالأقل، لكن مات، يضمن؟ لا يضمن طبعا. نعم. قال رحمه الله: وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. نعم، العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما. يقول الآن عندنا عصير مشكل، عصير مشكل حكمه جائز حلال، قال لكن تغير وأصبح مسكر فهو الآن حرام. فالعلة هنا، علة التحريم في الشراب الإسكار، مسكر حرام قليل وكثير، غير مسكر فهو حلال. نعم، فالعلة تدل مع المعلوم وجودا وعدما. نعم. قال رحمه الله: وكل شرط لازم للعاقل في البيع والنكاح والمقاصد. الشروط ثلاثة، الشروط ثلاثة: شرط لازم من مقتضى العقد يجب الوفاء به وإن لم يذكر، وشرط زائد، نجعلها قسمين أحسن ثم نفصل نجعلها ثلاثة. انتبه يا أخي يا شيخ، الشروط تنقسم إلى قسمين: شرط من مقتضى العقد هذا يجب الوفاء به وإن لم يذكر في مجلس العقد، وشرط زائد، الزائد ينقسم إلى قسمين: حلال وحرام. تعيد؟ نعم. شرط لازم من مقتضى العقد يجب الوفاء به وإن لم يذكر في مجلس العقد: تزوج، وبعد الزواج لا نفقة لا كسوة لا عشرة بالمعروف. جاء الولي: يا أخي اتق الله، لماذا تصنع هذا مع ابنتي؟ قال: ما اشترط علي وقت العقد، والله ما قلت شيء. قال لك شيء الولي وقت العقد؟ لا. قال: هذا شرط من مقتضى العقد يجب الوفاء به وإن لم يذكر، أصل العقد هذا هو أصل، مفهوم؟ أي نعم. الأخ هذا سافر العمرة، اشترى تذكرة، يوم اشترى التذكرة ركب الطائرة، أول ما ركب الطائرة قال: وين أقعد؟ قال: ليس لك عندنا مقعد. هذا يقول: سبحان الله. قال: أنت اشترط؟ قال: ما اشترط، لكن هذا معروف من مقتضى العقد. قال: لا، تقف آخر الطائرة هنا إلى أن نصل إلى جدة مثلا. قال: أخوانا اتقوا الله، هذا شرط من مقتضى العقد يجب الوفاء به وإن لم يذكر في مجلس العقد. انتهينا، هذا الأول. الثاني شرط زائد، قال: والله البنت تريد تسكن في قصر وسيارة وتعطيها نفقة في كل شهر 20,000 وتسافر إلى الحج والعمرة في كل سنة مو أوروبا وكذا وكذا، هذا شرط زائد. ننظر، إذا كان هذا الشرط لا يخالف الشريعة وجب الوفاء به، شرط يخالف الشريعة يحرم الوفاء به وإن ذكر في مجلس العقد. يعني اشترطوا على الشيخ وقت النكاح، قال: اسمع، شقة 4 غرف حاضر، سيارة حاضر، ذهب حاضر، كذا حاضر. قال: العرس طلب. قال: حرام. قال: نريد طرب وغنى ورقص ومخدرات وخمر. حرام. قال: حرام حلال لابد. قال: اتفقنا. ثم وقت العرس لم يصنع شيء من هذه المحرمات، لماذا؟ قال: لأن هذا محرم. قال: اشترط. قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، مفهوم؟ أي نعم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما بريرة، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أرادت أن تعتق بريرة، واشترطوا أن يكون الولاء لهم، فقال لها: اشتريها واشترط لهم الولاء. ثم أصبح الولاء لمن؟ لعائشة رضي الله عنها، لأنه مشترط شرط ليس في كتاب الله.
فنحن الآن إذا جاءت الشروط وافقت الشريعة عملنا بها، خالفت الشريعة تنبه، قال اكتب اكتب ولا تفي، نكاية بهم، مفهوم؟ هذا قول الشيخ بن عثيمين رحمه الله، والدليل حديث بريرة رضي الله عنه. نعم، إذن الشروط تنقسم إلى قسمين، في النكاح، في البيع، في الإيجار، في أي شيء تنقسم إلى قسمين. عقد لازم من مقتضى العقد يجب الوفاء به ولم يذكر في مجلس العقد، عقد زائد حلال والحرام تنبه، أصر اكتب وافق ولا تفي، مفهوم؟ نعم. قال رحمه الله، لكن ليس لي علاقة، حصل إشكال بعد هذا. نعم. وكل شرط لازم للعاقل في البيع والنكاح والمقاصد في كل شيء، هذه الشروط تندرج تحت هذه الأشياء الثلاثة. نعم. إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما. نعم. تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. القرعة وردت في القرآن في كم موضع؟ في موضعين، يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم فساهم فكان من المدحضين، وفي السنة وردت يقول في أكثر من 6 مواضع، منها الأذان الصف الأول. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يقرع بين النساء إذا أراد السفر. تمام. إذن القرعة عند التساوي، جاءنا أنا والشيخ إلى الصف الأول في وقت واحد، من يأخذ الصف؟ قرعة. نعم، لكن ما يصنع بعض الناس من أتزوج لا أتزوج، هذا استقسام بالأزلام، انتبه معي، متردد تزوج أو لا، يأخذ وردة تزوجها لا تزوجها، تزوجها لا تزوجها، تزوجها، هذا استقسام بالأزلام، مفهوم؟ القرعة تستعمل عند المبهم أو لدى التزاحم، أما غير هذا استقسام بالأزلام، خطر عظيم. وعندنا يعلموا الصغار، والله ما أعرف، عندنا أنا لا أدري عنكم، يعني متردد يسافر أو لا يسافر، إيش أصنع؟ يقول هذا يسافر وهذه لا أسافر، حادي بادي كرومبو زبادي شال وحطه كله في هذه، هذا استقسام بالأزلام. وخلى القرعة جائزة، القرعة جائزة عند المبهم أو لدى التزاحم. خرجنا من المسجد في وقت واحد أنا والشيخ، وجدنا طفل لقيت، قال أنا أكفل، وقل أنا أكفل، إيش نصنع؟ قرعة. الصف الأول قرعة، مبهم تزاحم، أما غير هذا استقسام بالأسلام. نعم. قال رحمه الله، وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا. نعم، الآن دخلنا إلى المسجد، لابد من تحية المسجد وسنة الوضوء مستحبة وراتبة الفجر، ماذا نصنع؟ ندخل بأعلى نية راتبة الفجر، وسقط عنا تحية المسجد وكذلك سنة الوضوء، لديه طواف إفاضة والطواف وداع، وقال أجمع في طواف واحد يصح، لكن تدخل بطواف الوداع إذن ما تم الحج أصلا، يدخل بأعلى نية طواف الإفاضة ويدخل تحته طواف الوداع، هذا إذا أمكن. لكن لديه يقول أنا الآن في شهر رمضان وعلي صيام كفارة يمين، قال الحمد لله صوم رمضان وصوم كفارة اليمين، يمكن؟ لا يمكن، مفهوم؟ نعم. قال رحمه الله، وكل مشغول فلا يشغل مثاله المنظون والمسبب. نعم، المشغول لا يشغل، يقول الآن هذا المسجد أرض موقوفة والبناء والمصاحف وكل شيء في هذا المسجد، فهذا قال أريد أشتري المسجد، يصح؟ ما يصح، لأنه قال موقوف. والمسبل يسموه عندنا سبيل، يضع ثلاجة مثلا سبيل أو يضع التمر الآن وقال هذا السبيل، ما يمكن يباع لأنه مشغول حتى يفك هذا. يعني مثال الآن، تقرضني 10,000، قال نعم، لكن أريد رهن، فأضع لديه مثلا جوالي رهن لديه أو السيارة، هل أستطيع أن أبيع السيارة؟ لا، حتى يفك الرهن ثم بعد هذا أبيع. نعم. قال رحمه الله،
مثاله المرهون الرهن، والمسبل السبي أو الوقف المسجد، أو قلنا يضع ثلاجة أو تمر أو ما إلى ذلك. نعم. ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إنما يطالبه. نعم، أداء الحقوق عن الآخرين. نكون في مجلس وجاء ولد صغير، وأنا الشيخ والدي خرج، ماذا تريد؟ قال أريد 10 ريال. إيش عندكم العملة؟ الدراهم؟ دينار. قال أريد 10 دنانير. لماذا؟ قال والله اشتري خبز ورز وكذا. فهذا الأخ جزاه الله خير قال خذ هذه 10، وذا جاء الأب. فهذا الآن الأخ هل له أن يطالب بالمال؟ نعم أم لا؟ ننظر، نقول إيش نيتك وقد دفعت 10؟ قال نيتي أنه لا أريد 10. إذن ليس له أن يغير الآن النية ويطالب. قال لا، نويت وقت الدفع المطالبة، إذن له المطالبة. أنا طلبت من الشيخ راشد اشترى كتاب لي رياض الصالحين، اشترى الكتاب وجاء يبحث عني، وجد الشيخ سالم. وأين فلان؟ قال والله ذهب سافر إلى السعودية. قال سبحان الله، أوصاني بشراء هذا الكتاب وأنا أحتاج المال. قال خذ واعطيني الكتاب أنا أوصل. ننظر وقت دفع، نوى التطوع، جزاه الله خيرا. لا يستطيع أن يغير النية الآن بالمطالبة. تعيد. قال رحمه الله: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالب. إن نوى وقت الدفع، وإن لم ينوي فله الأجر عند الله. نعم. قال رحمه الله: والواسع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. الله سبحانه وتعالى حرم محرمات، وبعض المحرمات تشتاق إليها النفوس فوضع عليها عقوبات، وبعض المحرمات النفوس تنفر عنها بالطبع، طبيعة الإنسان وفطرة الإنسان تمنع منها. فهذه اكتفى الله سبحانه وتعالى فيها بماذا؟ بالوازع الطبعي، فليس عليها عقوبات. أكل الخبائث هذه النفوس تنفر عنها. عندنا بعض الناس نسأل الله العافية والسلام يا رجل انقلبت طبائعهم، وما يبحث ويأكل إلا الخبائث، دخان، الحشيش، المخدرات، الخمر. لا لا، الخمر له عقوبة. نعم. فإيش نصنع في هذا؟ هذا فيه التعزير، يعزر السلطان. أما الأشياء التي تشتهيها النفس وضع لها عقوبات، مفهوم؟ أي نعم. فالمحرمات على قسمين، قسم له عقوبات وقسم ليس له عقوبة، اكتفى الله سبحانه وتعالى في هذا بالوازع الطبعي. لكن أناس انقلبت طباعهم فماذا نصنع؟ يعزرهم السلطان. مفهوم؟ تعيد. قال رحمه الله: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. هنا وازع شرعي كالجلد والرجم مثلا، مفهوم؟ وحد القتل وحد السرقة. والثاني أقول هذا الوازع طبعي مثل الشرعي. نعم. قال رحمه الله: والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام. نعم، كما حمد في أول الكتاب حمد في آخر الكتاب أن الله سبحانه وتعالى أتم عليه وعلينا النعمة ولله الحمد أن أتممنا الكتاب، فالحمد لله على الدوام. نعم. ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. جزاكم الله خير.